من جديد حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. بعد مدة ليست بالقليلة تجمد فيها المشهد السياسي عند نقاط حرجة، عاد الحراك ثانية وبوتيرة متسارعة فارضة. هذه المتغيرات عدت مستجدات تصب جميعها في خانة التوافق المعجل في تسمية المتأخر من الرئاسات ساعة الصفر لهذه الاستحقاقات، رغم أنها عادت للدوران في جلسة الأربعاء إلا أنها كررت التوقف عند محطة الشمال، ويعول على العهد السياسي المنبثق والمنطلق بسرعة في الوصول إلى جلسة أخرى تمنح الضوء لما تبقى من فقرات في وثيقة العمل المشتركة اللي يقفز في سلم أولوياتها موضوع تشكيل الحكومة الجديدة وتأسيس خارطة إلها. أما في ملفنا الثاني لحصاد هذه الليلة، على ما يبدو أن المساحات الزمنية اللي تولدت بعد تأخير تشكيل الحكومة وتعطيل السلطة الرقابية كانت فرصة ثمينة لمن عد العدة للتلاعب بالأموال والمقدرات. اختفاء 800 مليون دينار من خزينة مصرف الرافدين، وعلى لسان وزير المالية بالوكالة آخر الأخبار اللي مرور الكرام وكأنها آلاف الدنانير. طيب أين ذهبت وكيف غيبت ومن تسبب بهذا الهدر؟ أسئلة ضائعة في فضاء العمليات الممنهجة، وتكشف عن مستويات الفساد غير المسبوقة واللامبالاة خلال المدة الماضية، إلا ما خلا من مطالبات نيابية لتحقيق رسمي في هذه القضية. إذن مشاهدي، في ملفات حصادنا لهذه الليلة راح نناقش هذين الملفين المهمين مع ضيوفنا الكرام. تفضلوا بقاء ويانا ومتابعتنا. من جديد حياكم الله. بعد أن فتحت جلسة الأربعاء جملة متغيرات تطلت على المشهد السياسي ووصلت به إلى عتبة أوراق الاتفاق المتبادلة، فإن نتائج الأمر راح تكون على غرار هذه المعطيات اللي سجلت تفاعل الطيف السياسي مع هذه الطروحات. نفتح هذا الملف مشاهدي الأحبة ونتباحث بكل مضامين هذه الأوراق، لكن بعد أن نشاهد التقرير اللي أعدنا الزميل علي حبيب. بعد استئناف عمل البرلمان، تعتزم القوى السياسية إطلاق ورقة العمل الشاملة التي تمثل خارطة طريق لاستكمال الاستحقاقات الدستورية. ورقة العمل السياسي التي وصلت مراحلها النهائية ترتكز على ثلاثة محاور: تشكيل حكومة خدمة وطنية وإصلاحية، وإنشاء هيئة سياسية فضلاً عن معالجة الخلافات مع الإقليم. وللإمضاء على هذه الورقة بفقراتها الثلاث، تحتاج العملية إدامة مبدأ التكامل والاتفاق. الخروج برؤية جديدة والعبور على موضوع الانسداد السياسي وخلق أجواء إيجابية، طالما هناك استحقاقات اليوم تنتظر وينتظرها الشارع العراقي من خلال تشكيل حكومة خدمات قوية ومؤثرة، وأيضاً البحث عن القفز على هذا الانسداد من خلال يعني جمع الآراء من كل الفرق والكتل والأطياف والتيارات. ورغم أن الوثيقة تحتوي على مضامين رئيسة وتستند للدستور في طرحها، إلا أنها تصطدم بعقبة الشطر الأول من فقراتها المتمثل باستكمال ما تبقى من الرئاسات. فكرة التعطيل لا تزال في ملعب الأحزاب الكردية التي ما تزال في طور مفاوضاتها المعقدة، ولم تتمكن لغاية الآن من الولوج لأي صياغ حل تحسم فيه ملف رئاسة الجمهورية. ما لم يكن هناك اتفاق بين هذه القوة المتعنتة بآرائها، لن يكون هناك يعني مردود إيجابي للشعب العراقي. فهذا التعنت يعني ربما يبقى المشهد بهذا الانسداد السياسي ما لم يكن هناك توافق وحتى تقديم بعض التنازلات من قوى سياسية، وبالتالي المضي نحو تنصيب رئيسا للجمهورية، وأيضا ما بعده المشوار أيضا سوف يكون كبير بديهيا بتشكيل الحكم واختيار رئيس الوزراء. وتبدو مقدمات انسحاب العملية السياسية إلى المساحات المتحركة نتائج طبيعية بعد عودة البرلمان لمزاولة أعماله وكسر قيوده السياسية، متناغمة هذه الأحداث مع ولادة تحالف إدارة الدولة الذي سيضع اللمسات الأخيرة على ورقة العمل المشتركة بالاتفاق مع بقية الأطراف التي ستنعكس أولى بوادره على دفع الكرد نحو التفكير بصورة مغايرة حول ملف رئاسة العراق. علي حبيب، الأيام الفضائية.
من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف. أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ نسيم عبد الله السياسي المستقل، حياك الله أستاذ نسيم ضيفا كريما حضرتك، وكذلك ينضم معي عبر سكايب السيد سوران داودي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني من السليمانية، حياك الله سيد داودي. دعني أبدأ مع حضرتك اليوم، نتحدث عن القوى السياسية اللي تخوض المراحل النهائية بوضع لمسات حول توقيع ورقة العمل الشاملة، كيف تنظر إلى مضامين هذه الورقة؟ نعم، مساء الخير عليك وعلى مشاهديك الكرام وعلى ضيفك الكريم أيضا. يعني العملية السياسية بدأت، يعني حركة العملية السياسية من جديد في العراق، وأعتقد أن هناك خطوات متسارعة بعدة اتجاهات، والجميع يدركون حساسية الموقف، لذلك العملية تمضي بسرعة كبيرة يعني مقارنة بالمراحل السابقة، وأعتقد بأن هناك تم الوصول إلى مراحل متقدمة من الاتفاقات ووصول إلى، لكن لحد الآن لا يمكن أن نقول بأننا يمكن يعني جميع الاتفاقات قد اكتمل، ولكن في طريقة إلى الاكتمال. يعني الأطراف الكردية والأطراف الشيعية والأطراف السنية يعني اتفقت على ورقة عمل أو ورقة إدارة الحكومة أو شكل الحكومة المقبلة وكيف ستكون، وأعتقد وبالنسبة للاستحقاقات الدستورية لكل الأطراف أيضا يعني يبدو أن هناك اتفاق أيضا على الاستحقاقات الدستورية بالنسبة لكل الأطراف الموجودة في العملية السياسية، ولكن مع هذا يعني يبقى بأن هناك غياب لطرف أساسي وهو التيار الصدري. يعني ربما هناك محاولات لحد الآن لإقناع التيار بالمشاركة بشيء يعني بشكل من الأشكال، بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. طيب أستاذ نسيم، أريد الترحاب بحضرتك. يتحدث سيد سوران داودي عن ملامح هذه الورقة وبالتالي وفد التفاوض، يعني عندما يتفاوض مع الأحزاب الكردية تحديدا الديمقراطي والاتحاد، بين السيد داودي وجهة نظر الاتحاد، ولكن الديمقراطي أيضا كانت له وجهة نظر بأن يكون هنالك اتفاقا على عدة نقاط، منها إنشاء شراكة حقيقية في اتخاذ القرار السياسي العراقي وضمان التوازن داخل المؤسسات الحكومية وكافة الهياكل الإدارية، وأيضا التوافق بين جميع الأطراف حول التشريعات. طيب حتى إذا توقفنا عند النقطة الأخيرة، التشريعات، ما الذي يقصد بها؟ نرجع إلى 140، نرجع إلى القرارات القضائية، هذه شو عناوين لربما عامة، ولكن ما يدخل بها هو هنا نقطة الجدال. نعم، في البداية تحية حضرتك أستاذ أحمد، وتحية لضيفك وتحية لمشاهدي قناتكم الكريمة. تعرف حضرتك اليوم إذا ردنا ننظر إلى الأخوة في إقليم كردستان، يعني نظرتنا للاتحاد تختلف عن نظرة الحزب الديمقراطي الكردستاني. الاتحاد بحكم قربه يعني قريب من الحكومة الاتحادية وقريب بالتحديد من الإطار التنسيقي. نعم. بالنتيجة أنا ما أقول مثلا هم لا توجد لديهم مطالب، لكن يعني نظرتهم وتعاملهم مع الحكومة الاتحادية والإطار التنسيقي مختلفة عن نظرة الإطار. الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد إجراء الاستفتاء فقد الكثير من تأثيره داخل الحكومة الاتحادية، لذلك هسه حضرتك قبل قليل يعني فضلت مسألة الشراكة والتوازن والتوافق. يحاول الحزب الديمقراطي الكردستاني في ظل هذه الحكومة، طالما هنالك يعني وضع سياسي معين، يقول لك احنا علينا ان نستغل ونستثمر الظروف الحالية ونحاول نعيد مكانتنا وتأثيرنا داخل القرار في بغداد. بالنتيجة الحزب الديمقراطي هو ما اعتقد اليوم قضية ان تكون لديك مطالب يعني هو امر يعني غير صحيح، لا، هي السياسة، عليك أن تستغل الظروف وتحقق أكثر مكاسب ممكنة بالفترة القادمة. الحزب الديمقراطي وما أعتقد اليوم يعني قضية الشراكة، يعني أعتقد هي أساس العملية السياسية، هي قامت على الشراكة، وإلا اليوم الإطار أو بين قوسين يعني اليوم المكون الشيعي حسب مبادئ الديمقراطية هو قادر على أن يشكل حكومة، رئيس جمهورية ورئيس برلمان ورئيس وزراء، لكن بحكم العملية التوافقية اللي بعد 2005 يعني أما ما يخص الشراكة في اتخاذ القرار، يعني إلى ماذا يشير؟ يعني عندنا قرارات أو يعني أشياء مصيرية،
قانون النفط والغاز 140. النفط والغاز هنالك أيضا قرار قضائي صادر بحق إقليم كردستان. الشراكة باتخاذ القرار تعني أنه يعني ما تتخذون قرار إلا إحنا نوافق على ما ينفع الإقليم. نعم. هذا الموضوع كان سائد من بعد 2005، تعرف إذا تتذكر حضرتك كان يسموه التحالف الاستراتيجي. نعم. ما بين الشيعة والكرد، كان كل القرارات الصادرة وكل التشريعات الصادرة بصراحة كانت بالاتفاق فيما بين المكون الشيعي والأخوة الكرد، لكن بمرور الوقت حقيقة بسبب التحالفات بسبب الصراعات السياسية فيما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم آنذاك يعني بقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، أصبحت هنالك فجوة في العلاقة ما بين الحكومة الاتحادية والإقليم. إذا تتذكر حضرتك أيام حكومة السيد المالكي، بالنتيجة أنا أقول لك الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول أن يعيد تأثيره في بغداد من خلال هذه الحكومة الحالية، وأعتقد يعني هذه الشروط هي يعني قابل للتفاوض، وما أعتقد يعني فيها الشيء المخيف على أن هي العملية السياسية قامت على الشراكة. مسألة التوازن أعتقد اليوم الكل يؤمن بمسألة التوازن والتوافق، هي أصلا العملية السياسية تمت على أساس التوافق. الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول أن يستثمر قضية الثلثين اليوم. نعم. مسألة 220 داخل مجلس النواب أعتقد هاي تعطيه الأرجحية على أن يفرض ما يريده من هذه الحكومة الحالية. من بعد تشكيل حكومة واختيار رئيس جمهورية راح تكون يعني ما راح يكون إلا تأثير بقدر التأثير الحالي، لذلك هو يحاول أن يضع شروطه قبل أن تتشكل الحكومة، ويحاول أن يأخذ عهود ومواثيق على الإطار التنسيقي من أجل الاتفاق للمرحلة القادمة. طيب سيد داودي، يعني تفضل السيد نسيم عبد الله بهذه التفاصيل، ولكن أيضا نتساءل حول ما أكده المتحاورون أو المتفاوضون حول إنشاء هيئة سياسية من جميع الأطراف السياسية، ويتطلب موقفها أو موافقتها على إصدار أي قرار سياسي جديد. يعني احنا سابقا كان يوصف الوضع الكردي ببيضة القبان، هسه اليوم احنا لما تكون هنالك تحالفات جديدة لازلنا في هذا الوضع، ام انه هنالك اشتراطات تقتضي هالمرحلة؟ يعني كما يبدو يعني الانتخابات الاخيرة يعني ادت الى اصطفافات جديدة في عند الاحزاب والاطراف السياسية في العراق بشكل عام. يعني رأيتم يعني كان هناك الكرد ذهبوا يعني أصبحوا على الطرفي، يعني المعادلة طرف مع الإطار وطرف مع التيار السلفي. وأعتقد مثلا كما قال ضيفك يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني عندما يؤكد على مسألة 140، الاتحاد الوطني الكردستاني أيضا يؤكد على مسألة 140 وأيضا يؤكد على مسألة الشراكة. يعني أعتقد هناك الآن حتى هناك محاولات الآن بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يعني بأن يكونوا يعني إعداد ورقة موحدة من أجل المشاركة في هذه الحكومة. أعتقد يعني هذه الحكومة سوف يعني تكون بمساحة كافية ووافية بحيث تتقبل جميع الأطراف، وهذه والشروط التي يعني حتى جميع ليس فقط الكرد، يعني الاستحقاقات كما قلت في السابق الاستحقاقات الجانب الآخر السنية السيادة الكردي يعني كلها تم مناقشتها، والآن بصدد يعني اللمسات الأخيرة على الشكل الحكومة والخروج يعني بقرارات ربما في الأيام القادمة. طيب أستاذ نسيم، يعني لما يكون هنالك تصريح من القوى الكردستانية بأن هذه الورقة التي تم التوقيع عليها يوم أمس هي بمثابة خارطة الطريق أو منهاج وزاري قابل للتطبيق غير منهاج الوزارة الذي سيقدمه المكلف، هنا نتحدث عن دخول الكتل الكردستانية في العملية السياسية وضمن تحالف إدارة الدولة، يعني هنا نتحدث عن تحديدا فقرة رئاسة الجمهورية، هل أن التأخير في اختيار رئيس الجمهورية كان لغرض استخدامه كورقة للتفاوض كما حدث يوم أمس بمبدأ التنازل والمقابل؟
لا طبعا يعني الاتحاد لديهم يعني مطالب، والأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني لديهم مطالب، لكن في كثير من الفترات كنا حقيقة ننتظر اتفاقهم، لأن اتفاق الأخوة الكرد على اختيار رئيس الجمهورية يعني يعتبر بداية الحل. يعني احنا مشكلتنا حقيقة الأمر مو مشكلة الإطار مع التيار فقط، حتى الأخوة في إقليم كردستان ما متفقين على شخص رئيس الجمهورية للمرحلة القادمة. تعرف حضرتك دائما يعني هنالك مطالب من قبل الاتحاد والحزب الديمقراطي الكردستاني، واحنا تعلمنا وتعودنا يعني حقيقة سقف مطالبهم كان جدا يعني لما تجي الاتحاد عندهم سقف مطالب كبير، الحزب الديمقراطي لديهم مطالب كبيرة، لكن عندما جلسوا على طاولة الحوار أعتقد أصبحوا أكثر واقعيين يعني، وهم حقيقة بارعين في مسألة المفاوضات. لديهم هم يعني مسألة محافظ كركوك، الوزارات ورئاسة الجمهورية، وأعتقد حتى مناصب داخل الأقليم. كان بالإمكان الاتفاق فيما بينهم على أن توزع هذه الحصص فيما بين الاتحاد والبارتي، لكن في تلك الفترة أنا ذاك ما يعني ما كان الإطار قريب من التيار للاتفاق، لكن الآن أعتقد الأمور حسمت، يعني الإطار التنسيقي صار باتجاه تشكيل حكومة واتفق مع بقية المكونات الأخرى، وعلى الكرد أن يتفقوا. أعتقد هذه الأيام أصبحت ضرورة على أن يجب أن يتفق الأخوة الكرد على رئاسة الجمهورية، باعتبار اختيار شخص رئيس الجمهورية هو بداية الحل للمرحلة القادمة، وحسب ما فهمنا بأن هنالك اتفاق فيما بين البارتي والاتحاد على شخص رئيس الجمهورية. في حال تقديم شخص رئيس الجمهورية أعتقد سوف يكلف مرشح الكتلة الأكبر وهو الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة، وأعتقد هي بداية الحل للمرحلة القادمة. يعني لو لم يكن هنالك تأخير في ملف رئاسة الجمهورية وتم تقديم مرشح لرئاسة الجمهورية، هل راح تحصل الأحزاب الكردية على هذه التنازلات من قبل إدارة الدولة؟ يعني في السياسة عليك أن تستخدم أوراق القوى التي لديك. اليوم الأخوة الكرد لديهم مطالب ومطالب مشروعة، وحتى الأخوة في السيادة لديهم مطالب، إن كانت دستورية وإن كانت حقيقة يعني الإطار قادر على تحقيقها، أعتقد ما راح يعني يتأخر، وحسب ما فهمنا بأن هي حقيقة يعني مطالب بالإمكان أن تتحقق، وهي هاي السياسة، عليك أن تستثمر أوراق القوة التي لديك وعليك أن تستغلها في الوقت المناسب. لذلك أنا أعتقد اليوم هذه المطالب هي مطالب قابلة للتحقيق، وهي أصبحت أساس وجوهر الاتفاق فيما بين الإطار وبقية المكونات الأخرى. طيب. الشأن الأمني لم يخلو من هذه اللمسات سيد سوران، يعني لأن تضمنت هذه الورقة مسألة عودة الأحزاب الكردستانية إلى مناطق نينوى وكركوك وديالة بهدف حسب التعبير أنه سد الفراغات من قبل القوات المشتركة من البيشمركة وقوات الأمن الاتحادية، وهنا أيضا راح نتوسع أكثر بالمادة 140، كيف تنظر إلى هذه الاشتراطات في عملية التفاوض؟ يعني المادة 140 هي مادة دستورية، يعني أنا أتعجب عندما كان هناك تخوف من أو قلق من هذه المادة. هذه المادة تنص على أن عودة الحق إلى أصحابها، يعني الفلاح الكردي عندما يأخذ أرضه ومصادر أرضه، يعني لماذا لا تعود هذه الأراضي إلى أصحاب الأرض؟ يعني هذه هي مسألة، أولا هي مسألة قانونية وهي مسألة وطنية، وأعتقد موجودة في الدستور فعلا، هي مسألة قومية. لكن يعني بالنسبة لعودة البيشمركة، أعتقد يعني هناك الآن تنسيق كبير بين قوات البيشمركة وقوات الجيش، يعني مثلا في كركوك يعني هناك تنسيق بين قوات الجيش والبيشمركة لسد الفراغ الموجود فيما بينه، وحتى هناك ايضا تشكيل الويه مشتركه من الجيش ومن البيشمركة في هذه المناطق من اجل سد هذه الفراغات. يعني بالتالي ضرر يعني تسلل الارهاب الى هذه المناطق بالتاكيد هي ضرر يعني على اقليم كردستان، وايضا ضرر على الحكومه الاتحاديه في بغداد. يعني هناك عدة هجمات أصبحت كانوا هناك في منطقة الدبس وفي منطقة داقوق في هذه المناطق، وأيضا
في مخمور، يعني الإرهابيين كانوا يشتغلون الفراغات الموجودة بين الطرفين. أعتقد يعني عند عودة البيشمركة وتقدم البيشمركة إلى هذه المناطق وتقدم الجيش العراقي أيضا أو تنسيق بين الطرفين من الجانب الأمني، أعتقد يعني هي لصالح المصلحة العامة، لصالح البلد يعني لصالح العراق. لذا ليس فقط هذا، ربما هناك بعض التخوفات من بعض الأطراف السياسية في مثلا في كركوك أو في نينوى من عودة الأطراف، يعني عودة النفوذ السياسي الكردي إلى هذه المنطقة. أعتقد يعني النفوذ الكردي موجود في كركوك مثلا من خلال البرلمانيين، يعني هناك من مجموع 12 برلماني 6 من الكرد، يعني أعتقد يعني هو هذا مؤشر على أن النفوذ الكردي أو في مثلا في كركوك. طيب. هو سيد سوران، بالإضافة إلى ذلك يعني اتفاقية سنجار أيضا تعد من ضمن الملفات المهمة لإقليم كردستان، هل تم تضمين اتفاقية سنجار ضمن هذه التفاهمات والاتفاقات؟ يعني كما تعلمون مسألة سنجار مسألة معقدة، فيها يعني امتدادات دولية أيضا، ليس فقط امتدادات يعني وطنية عراقية، امتدادات دولية تركيا سوريا وأطراف أخرى. لذلك أعتقد نعم يعني كان هناك اتفاق سنجار بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والحكومة العراقية، أعتقد يعني هناك نوع من التفاهم لتصديق هذه الاتفاقية في منطقة سنجار، ولكن أعتقد أنه من الصعوبة تطبيق هذه الاتفاقية في هذا الوقت، لأن هناك تدخلات كثيرة يعني وتفرعات، وهناك يعني ما زلنا نعاني من عقدة سنجار. طيب، كل هذه التطمينات هل ستؤدي بمبتغاها سيد سوران في اختيار رئيس الجمهورية ومن ثم تمرير أو تكليف رئيس الوزراء في الجلسة البرلمانية المقبلة برأيك؟ يعني أنا بتصوري الآن يعني المباحثات مستمرة بين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني وستستمر لآخر اللحظات، يعني لحد الآن ليس هناك يعني الاتفاق الكامل، لكن هناك يعني أشواط من قطعنا أشواط كبيرة ونحن بصدد الوصول إلى اتفاق. وكما تعلمون كان هناك اتفاق مسبق بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على أن تكون مناصب رئاسة الأحزاب. طيب سيد سوران، أعود لحضرتك وأستاذ نسيم، نتحدث اليوم عن مخرجات هذه الاتفاقات، هل ستؤدي بمبتغاها إلى اختيار رئيس الجمهورية في الجلسة البرلمانية المقبلة، ولربما في نفس الجلسة يتم تكليف رئيسا للوزراء؟ يعني حسب ما يعني سمعنا بأن هنالك اتفاق فيما بين الأخوة البارتي والاتحاد على اختيار رئيس الجمهورية، هم لديهم اتفاقات فيما بينهم، طبعا هم مطالبهم فيما بينهم مختلفة عن المطالب ما بين الكرد مع الحكومة الاتحادية. أكثر المطالب فيما بين الحكومة الاتحادية الكرد الأخوة الكرد مع الحكومة الاتحادية هي قضية سنجار، هاي قضية أولى. القضية الثانية هي قضية النفط، هو مطلبهم مطلب الأخوة الكرد على أن يسمح لهم بتصدير النفط لحين إقرار قانون النفط والغاز. المطلب الثالث هو تفعيل مادة 140، هذه أبرز المطالب اللي ما بين الحكومة الاتحادية والأخوة الكرد. مطالبهم هم فيما بينهم مختلفة بالتأكيد، هم لديهم يعني مناصب داخل الأقليم وكركوك، أعتقد سوف يتم اقتسام هذه المناصب فيما بينهم من أجل تسمية مرشح رئاسة الجمهورية. نعم. يعني تبقى معي ونتابع في الملف الآخر سنسيم في هذه الأثناء. تقدم شكر جزيل السيد سوران داودي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، ضممت معي عبر سكايب من السليماني، شكرا جزيلا لهذه الإطراءات. بعد الفاصل نتابع مشاهدي الأحبة. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وجد ترحابي بضيفي الكريم أستاذ نسيم عبد الله سياسي المستقل، حياك الله أستاذ نسيم. وكذلك أرحب بضيفي الكريم الأستاذ هيثم العنبقي الخبير الاقتصادي، حياك الله أستاذ هيثم. أبدأ مع حضرتك أستاذ نسيم، نتحدث عن إدارة الهيئة العامة للضرائب، يعني مودع واردات في مصرف الرافدين تقدر ب 800 مليون دولار اختفت يعني ليلة وضحاها. المشكلة مو هنا، المشكلة أنه كل هذا الموضوع في كفه ولكن
من يعلن هذا الموضوع؟ يعلنه وزير المالية المستقل في برنامج حواري. يعني هنا في القضية ما أعرف وين نخليها، بأي خانة؟ طيب الإجابات كانت مختصرة سواء في هذا اللقاء الحواري أو في اللجنة المشكلة من قبل الوزارة. يعني هذا الموضوع كيف يمكن أن نفسره تفسيرا ظاهريا على قد تقدير؟ يعني مع الأسف شوف احنا وين وصلنا لأي مرحلة، أن يعلن عن حجم قضية فساد ببرنامج حواري، يمكن لو ما كان هذا البرنامج موجود أصلاً ما حد يذكر هذا الجريمة. بالنتيجة يجوز، يمكن إحنا عندنا يجوز بالعشرات بالمئات مثل هكذا قضايا. حقيقة الأمر إحنا شوف وضعنا السياسي أستاذ أحمد هو اللي يعني هو اللي أربك الوضع أو حياة الناس بصورة عامة. شوف اليوم هذا عدم الاستقرار من تقريباً من 3 سنوات، من بداية مظاهرات تشرين ولحد الآن، والله حتى قبل هذه الفترة. يعني احنا ما شاهدنا يعني اليوم قضية فساد تم الإعلان عنها وإلقاء القبض على الجنات. قبل فترة قريبة كان هناك قضية يمكن ما كذا 100 مليون دولار، وبعدين هو الرجل تنازل عن حقوقه، وشوف انت هذا المال السائب. بالتأكيد اليوم عدم الاستقرار السياسي وحجم الفساد الكبير في مؤسسات الدولة اللي هو انتشر الى مرحلة حقيقة لا تطاق، كله انعكس على حياة المواطن. انت اليوم مع الاسف يعني حجم المبيعات اللي يوميا تباع في البنك المركزي ما تتقارن ويا حجم الشراء. الدكتور رجل متخصص اكثر من عندنا في هذا الجانب. بالنتيجه حجم فساد كبير، هنالك واقع سياسي، هنالك حياه غير مستقره، هنالك ارتفاع في الاسعار يدفع ثمن المواطن اولا واخرا. هذا الواقع السياسي اللي احنا نعيشه، والا اليوم مجلس النواب عليه ان ياخذ دوره. احنا اليوم عندنا لجنة مالية، عندنا لجنة الاقتصاد والاستثمار موجودة في مجلس النواب، عندنا هيئة النزاهة، عندنا ديوان الرقابة المالية. هاي كلها مؤسسات يعني دورها هو ان تراقب المال العام، لكن احنا اليوم اللي نشاهده مع الاسف يعني تكشرت الى الدور الرقابي للبرلمان عموما واللجنة المالية البرلمانية خصوصا. هذا ما يعني تقدم به النائب فالح الساري، وجدت ترحب بحضرتك استاذ هيثم العنبقي واسئلك عن هذه الأسئلة البرلمانية اللي وضعها عضو اللجنة المالية البرلمانية. وضعت 3 أسئلة، واحدة من هذه الأسئلة اللي يريد نستفهم منها كيفية تحريك حسابات الأمانات المفتوح لدى مصرف الرافدين وأعيد له 300 إلى 400 مليار دينار شهريا، والجهات المستفيدة، وهل المصرف متورط بذلك؟ هل تم مفاتحة هيئة النزاهة للدعاء العام بالجريمة المذكورة؟ يعني أكو مفردات بصراحة أنه يعني مصطلحات اقتصادية ومالية، شلون نترجمها وحتى نفهم حجم الفساد اللي وصل في هذا الملف؟ في البداية تحية لحضرتك وإلى ضيفك الكريم وإلى متابعين قناتكم، حياكم. الموضوع اللي تفضلت حضرتك به بالنسبة لموضوع الأمانات الضريبية وما طرحها السيد النائب عن الأسئلة كيفية تحريك الأمانات لدى مصرف الرافدين وعملية، طبعا هذه كلها اجراءات محاسبيه. احنا بالعراق عندنا مع الاسف لحد الان اجراءاتنا الماليه نقول عليها والضريبيه بحد يعني بشكل خاص ما مؤتمته لحد الان. عمليه الامانات وسحب الامانات وعكس الامانات الى ايرادات تتم بشكل قيود ورقيه ويتم المصادقة عليها من قبل محاسبين أو صاحب الصلاحية بعكس هاي الأمانات. يعني هذا الموضوع موضوع فني محاسبي فني ده يستغل به ثغرات كثيرة، ويتم من خلال هذه الثغرات الاستيلاء على أجزاء كبيرة من هذه الأمانات التي يجب أن يتم حسمها وعكس قيودها من أمانات إلى إيرادات كي تدخل ضمن الإيرادات العامة حتى تمول الموازنات الاتحادية. وهذا طبعا المبلغ اللي حضرتك أو اللي تم إعلان عنه 800 مليون دولار هو مو في عملية واحدة ولا عمليتين وإنما عمليات متكررة وتراكم لفترات طويلة، مما يدل على ضعف الرقابة والتدقيق على مثل هذه العمليات اللي يجب أن تتم من قبل أشخاص متخصصين
ولديهم باع طويل في موضوع الأمانات وكيفية عكس الأمانات. طبعا اللي عنده معلومات محاسبية من أخطر الحسابات اللي المفروض يتم حسمها خلال السنوات هي أو خلال السنة ونهايتها هي موضوع السلف والأمانات. طيب الأمانات بالإضافة للحسابات الختامية يعني هذا المصطلح ربما ما صار متداول صار من 9 سنوات. نقطة من نقاط الضعف إنه حسابات ختامية مدى يتم متابعتها وتدقيقها وإصدارها بعد أن يتم تنفيذ الموازنات الاتحادية. طيب. هذه واحدة من الأمور اللي يعني تكون سبب أساسي في مثل هذه الحالات. طيب. في الاستيلاء على أمانات، يعني هي الأمانات يعني هتمثلها بشكل بسيط. نعم. مستورد يستورد بضاعة يتم حسم مبلغ منه على شكل أمانات ضريبية اللي هي ضريبة اللي المفروض يدفعها بعد أن يتم التحاسب عن هذا التصريحة وهذا الاستيراد، اللي دا يصير أنه يتم عكس القيد إلى أمانات ولكن المبلغ لا يتم دخوله إلى الخزينة وإنما يتم عكسه ورقيا فقط ويتم الاستيلاء على هذا المبلغ. طبعا هذا دا أحكي أنا بشكل بسيط جدا. طيب. يعني عملية رغم عدم التخصص لكنه تدري الإعلام يعني يطلع في أكثر من مرة يعني على هكذا ملفات، يعني التاجر لما يخلي أمانات وروح يستارد هو أساسا العملية ضمن تبييض الأموال أو غسيل الأموال، فبالتالي لما الأموال تروح ما تكون لها عائدات، وأشار لها الأستاذ نسيم عبد الله أنه ما الصادرات أو الأموال اللي تخرج من العراق ما تساوي المواد اللي تدخل العراق، فالتاجر اوريدي هو قال لك هاي الامانات يترك حاليين موهوبين عليها لانه هو اصلا ما رجع بيها، فبالتالي ايضا هو هذا يعتبر مال سائب يعني ولكن هكذا يتم التصرف به. يعني بس احب يعني ابدي فد ملاحظه، هذا الموضوع ما تم الكشف عنه الا من خلال مخبرين، يعني لا من خلال تدقيق ولا من خلال رقابه، وانما من خلال مخبرين خارجيين تم الإخبار عن مثل هذه الحالات في أكثر من مكان. نعم. وعلى هذا الأساس تم تشكيل لجنة في وزارة المالية دققت لسنوات ووصلت إلى هذا الرقم، وإذا دقق يمكن موجود أكثر من هذا المبلغ. إحنا هذا الموضوع يعني إذا تسمح لي ثواني. فضل. موضوع العمل الضريبي والعمل الجمركي وعمل وزارة المالية، يعني احنا اذا من اتمت وتتحول هذه الانظمه الورقيه الى انظمه الكترونيه لا يمكن السيطره عليها، وهناك الثغرات الكثير من عندها من خلالها يتم دخول الفاسدين والتلاعب بالاموال واموال العامه. طبعا الحلقه هي تبدي من وزاره التجاره التي تمنح اجازه الاستيراد، ومن ثم الى البنك المركزي الذي يمنح المال عن طريق من خلال نافذة بيع العملة لاستيراد هذا البضاعة، ومن ثم دخول البضاعة عن طريق الجمارك والتحاسب عنها ضريبيا من خلال الهيئة العامة. يعني القضية شائكة جدا، ولكن أستاذ نسيم أشار السيد العنبقي أستاذ هيثم أن المبالغ المفقودة هي أكثر بكثير مما تم رصده، 800 مليون والله حتى الرقم يعني صعب واحد يلفظه، 800 مليون دولار. هناك يعني اكو احصائيات تشير الى ان المبالغ المفقوده تقارب 2.5 مليار دولار. فهنا عندنا يعني خلينا نستذكر مره الحنطات كلها الطيور، مره الفلوس غرقان بالمطره، زين هذا النهايه اللي الاموال اللي نعطيهم ضريبه وراح بالعافيه عليه، طلع الاموال وما رجعها بضائع وخلاها في عند الضريبه، تروح هيك تنكنس. يعني مسألة ترى كل شيء مو سهلة أستاذ أحمد، كل شيء مع الأسف كل شيء أن يعني فقدنا صراحة. إحنا مو فقط اليوم هذا الموضوع، ذكرتني في موضوع يمكن الدكتور عنده فكرة عن هذا الموضوع اللي هي الأموال العراقية اللي هي خارج العراق. العراق عنده مزارع والعراق عنده ممتلكات خارج العراق، ما أعرف هسه منو المكلف باسترداتها. تعرف أكو تواطئ من قبل بعض الأشخاص، وهذا الموضوع ضرورة أن الادعاء العام يهتم بهذا الموضوع. أكو يعني أكو أشخاص في هيئة النزاهة دائرة عامة تسمى دائرة الاسترداد، صار مؤتمر وزارة العدل، أكو لجنة خاصة في وزارة العدل، وصار مؤتمر دولي جامعة الدول العربية حول استرداد الأموال المنهوبة. إحنا عندنا فد أشياء حلوة، يعني عندنا مسميات كبيرة وكثيرة، لكن العمل والواقع شيء آخر.
تعرف اكو مع الاسف يعني اكو مرات يتم التواطؤ في مساله الحضور في المحكمه في الدوله المعنيه اللي مرفوع اللي العراق رافع قضيه خصوصا، وبالنتيجه القضيه العراقي خسرها وشماله فوق ما احنا اموالنا ندفع غرامات بسبب مثل واحده من ما هذه المواضيع اللي هي عقد البواخر، اعتقد السفن الحربيه اللي بايطاليا راحت يمكن خسرناها وبعدين صارت خرده، عندنا كثير من الممتلكات راحت واكو ممتلكات احنا ما ندري بيها وين بصراحه. بالنتيجه كل هذه الملفات مو فقط اليوم 800 مليون اللي حضرتك ذكرتها، قضيه مساله الصكوك الطياره اللي هي صك بدون رصيد اللي تشتري ما اعرف كذا مليون دولار من البنك المركزي، موضوعه المنافذ الحدوديه، فاحنا بصراحه عندنا مال كبير وكثير ملفات فساد كبيره واللي مسيطرين عليها مافيات، فما نعرف في شو وقت يعني الله يرحمنا ونقدر نحافظ على مالنا يعني على مال الدوله. تشوف انت الكلام تفضل به الدكتور، استغلوا الثغرات الفنيه والثغرات اللي بامكانهم اخذ هذا المال واستثمروها وراحت الاموال، وبالنتيجه احنا في العراق مع الاسف ماكو جنات ولاكو محاسبه. يعني هسه احنا اليوم سمعنا بهذه القضيه، بس تريد انت نسمع بان اكو راس كبير مثل هو اللي راعى هذا الموضوع هو اللي قام به والحكومه القت القبض عليه، حتى نقول الحمد لله احنا اكو عندنا مال وعندنا اكو سلطه تحافظ على هذا المال على هذا المال العام. احنا اليوم اللي نشوف نسمع 800 مليون مليار مليارين ثلاثه، وبالنتيجه لا الحكومه مستردتهن ولا لاقين قبض على الناس اللي قاموا بهذا الجريمه، حتى تكون رادع للاخرين حتى ما حد يقدر يتجرأ ويسيطر او يستولى على المال العام. استاذ هيثم، تعتبر هذا الموضوع مهم معرفه هذه التفاصيل، وهذا ايضا ما ذهب اليه البرلمان عندما وضع اسئلته اسم الجهه المسؤوله او الشخصيه اللي قامت بالتلاعب. نعم. ايضا عدم الاكتفاء بعقوبه النقل باعتبار ان هذا الاجراء اجراء اداري، ويسال البرلماني عضو اللجنه الماليه البرلمانيه عن الاجراء القانوني والجنائي بحق مدير عام في الهيئه العامه للضرائب ان ثبتت ادانته. طبعا انا ما احمل المدير العام بشكل خاص هيك مواضيع، لان هاي المواضيع مثل ما قلت يعني مواضيع فنية يدخلون بها مجموعة من الموظفين المتمرسين طبعا، والذين يعرفون الثغرات التي من خلالها يحاولون يستولون على الأموال، وإنما هنا المدير العام أو المسؤول بشكل عام، يعني ليش بس المدير العام؟ يعني حتى الوزارة تتحمل هذا العبء، عبء هيك أخطاء. يعني المفروض انه اكو عندي تدقيق واكو عندي رقابه، يعني احنا مبالغ الامانات واضحه اللي يتم حسمها بالجمارك، ايش قد من هذه الامانات تم عكس قيودها، المفروض اكو نتائج بها، من اكو فروقات عاليه بين دخول الامانات وبين حسمها، المفروض اني اسال، بس هيك متابعه مصير. يعني مع الاسف مثل ما قلت لك موضوع العمل الضريبي والعمل الجمركي إذا ما يتم أتمته إلى وتحويله من العمل الورقي إلى عمل إلكتروني صعوبة جدا السيطرة عليه. يعني هنا أكثر من شخص، يعني المدقق والمخمن وأمين الصندوق، ويعني في أكثر من مكان. طبعا هذا المبلغ مو في منفذ أو في منطقة واحد في فرع من الفروع الضريبية الواحد، وإنما مجموعة من الأعمال يعني اللي يسبب خلل في الإيرادات الضريبية. يعني هذا واحد من الأمور اللي تخلي الإيرادات الضريبية تكون إيرادات ضعيفة تمويلها من خلال تمويلها للموازنة. يعني احنا عندنا يمكن نسب التهرب الضريبي بالعراق توصل أكثر من 70% متهربين من الضرائب، يعني ناس أعمال تربح بالملايين ولا تدفع ضرائب وإنما تدفع بعض الآلاف من الدنانير. هذا موضوع يعني موضوع تم الإشارة إليه، وحاولت أكثر من مرة الحكومات المتعاقبة العمل عليه، إلا مثل ما تفضل ضيفك الكريم إنه أكو بعض الجهات الخطوط حمراء خالة عليه. يعني أنا ما أثبت العمل، لأنه مثل ما قلنا الأنظمة الإلكترونية أنظمة كاشفة،
أنظمة زيد الرقابة عندي، فيكون من الصعب التلاعب في مثلها، وحتى إذا تم التلاعب اكتشافه يكون بشكل سريع وواضح. ولكن هذه المواضيع لم يهتم بها يعني أكثر من حكومة ما اهتمت بالموضوع الضرائب وإيرادات الضريبية، وإنما كان اهتمامها متوجه إلى غير نشاطات، مما أدى إلى وصولنا إلى هيك مثل هيك مرحلة أنه من 100 مليون دولار تراكم اختلاس بالأمانات. يعني المهم الموضوع هسه لحد الآن هو قيد التحقيق طبعا، وهناك تدقيق من ديوان الرقابة المالية دخل على الموضوع، وتدقيق من جهات، يعني حتى أتوقع أنه يصير اقتداء ببعض الخبراء من خارج العراق لأغراض التدقيق بهيك أمور. المواضيع قلت لك مواضيع فنية محاسبية فنية، الاكتشافها مو سهل يعني إلا من خلال الإخبار أنه اجى شخص او اكثر من شخص وقالوا اكو تلاعب بالامانات، دققوا هذه العمليه. من صار تدقيق اكتشفوا حاله وثم حاله وثم حاله، الى ان الحالات بدت تظهر بشكل واضح، صار بها تشكيل لجنه وصار تحقيق، والمدير العام اتصور النقل الى غير دائره من داخل هو هنا. هاي مشكله يعني الاجراءات اقتصرت جاري طبعا، اقتصرت الاجراءات بالنقل والاعفاء دون المرور بالاجراءات القانونيه. طيب هنا استاذ نسيم نتحدث عن المواد القانونيه، يعني ماده 316 من قانون العقوبات يحاسب او يعاقب المختلس بالسجن لمده تصل الى 15 سنه كاجراء. احنا ما شفنا انه اكو اجراءات رادعه، ما تم تشخيص من المتورط، من الجهات اللي اسهمت. يشير السيد هيثم العنبقي الى الاتمته والحوكمه الالكترونيه، لكنه هذا الموضوع يعني بصراحه اصبح من ضمن الاحلام المؤجله تنادي به الحكومات في برامجها، لكنه ما شفنا انه توجه لهذه الاتمته. استاذ نسيم شلون تشوف لنا هذه المفارقات؟ يعني هذا ما راح ياسس لنا الى لما نكتفي بالنقل، و حتى ماكو سحب يد بصراحه، يعني نكتفي بهذه الاجراءات البسيطه، هذا ما راح ياسس لمنظومه فساد اكبر واعمق من الحاصل اليوم. يعني هاي الجريمه ما من بعدها جريمه بصراحه، يعني انت ما اعتقد اليوم مثل شخص مثل يسرق او يكون متواطئ بسرقه 800 مليون دولار ويتم نقله من مكان الى مكان اخر، هذا اعتقد يعني هاي خلاص بعد كل بعد الموظف ما عاد عنده التزام اتجاه مؤسسته ولا راح يحافظ على المال العام. انا اعتقد اليوم مساله يعني هذا السرقه ابدا ما وراها، يعني مو وراها موظفين صغار، هنالك مافيات فساد كبيره حقيقه يعني مسيطره على المال العراقي فيما يخص مزاد العمله وقضيه التعامل مع البنوك، واكو ناس متخصصين بهذا الجانب. أنا أعتقد اليوم يعني علينا أن نسعى باتجاه أولاً يعني إعطاء أو تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، وعلينا أن نتخلص من مسألة الصراع السياسي. شهدنا التعطيل في جلسات مجلس النواب بالتأكيد، شهدنا التعطيل في تشكيل الحكومة، شهدنا التعطيل لمفاصل ومؤسسات الدولة، ونطالب أنه بأداء المهام. هاي شلون راح يصير من وضع سياسي مربك في العراق؟ أستاذ أحمد اليوم على مجلس النواب أن يمارس دور الرقابي الحقيقي من خلال اللجنة المالية على المؤسسات التابعة لها. تعرف اليوم احنا عندنا لجان تقريبا 23 أو 24 لجنة، كل لجنة متخصصة بقطاع معين. على اللجنة المالية أن تأخذ دور حكومة تصريف أعمال ودور دور حكومة الحقيقي اللي هي تنبثق عن هذا الدور، يعني تمارس دورها على كل المؤسسات المالية يعني في العراق. هذا جانب. الجانب الآخر يعني اعطاء الدور للديوان الرقابه الماليه، حسب ما فهمت يمكن الدكتور يسعفنا بهذا الموضوع، ديوان الرقابه الماليه هو من افضل اجهزه الرقابه واعرق اجهزه الرقابه اللي مختص بمتابعه الامور الماليه العراقيه وهيئه النزاهه. الموضوع الثالث اللي هو يعني مساله الايرادات وقضيه التعامل فيها، اذا بقت يعني قضيه التعامل معها بهكذا يعني برود، اعتقد ما راح يبقى انه حقيقه مال. يعني بالتاكيد اليوم يعني انا اذا عرفت مساله يعني عقوبتي راح تكون النقل من مكان الى مكان اخر وهذه الملايين دولارات، ما راح تكون رادعه مساله النقل على
الحكومة أن تسعى باتجاه الضرب بيد من حديد بالتحديد على الفاسدين وبالتحديد في هذا الوقت، وإلا حقيقة إن بقي الحال على ما هو عليه لا يعني مع الأسف راح يصير حالنا اقتصاديا من سيء إلى أسوأ. طيب أستاذ هيثم، يعني كثرة الأجهزة الرقابية ابتداء من ديوان الرقابة المالية، شرط حضرتك هيئة النزاهة للدعاء العام، البرلمان العراقي وغيرها من هذه المؤسسات الرقابية، ونذكر أيضا مكاتب المفتشين العموميين عندما انحلت لجنة النزاهة كذلك. لجنة النزاهة البرلمانية، يعني كل هذه الأجهزة ما تعمل بدور استباقي، تنتظر إلا الشكاوى أو الإخبارات حتى تحقق بها وتتابع بأمرها. طبعا بالبداية بس أحب أعقب على كلامك على موضوع الأثمتة، أنه أصبحت من الأحلام، من ما طرح أكثر من مرة من قبل من حكومات المتعاقبة على موضوعها. موضوع الأثمتة ترى من المواضيع تنفيذها جدا بسيط، يعني خلال 6 شهور أنت تقدر تأثمت العمل الموجود بالضرائب وبالجمارك، ولكن قرار التنفيذ هو بسيط وصعب. هو المشكلة بالقرار، مشكلة في إدارة القرار، في 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 صدور القرار، في النية الصافية في تنفيذ القرار، هي هنا المشكلة الأساسية. وإنما تنفيذه ترى جدا سهل، يعني موضوع معد ومهيئ من سنوات قديمة وبإمكان العمل به بشكل سريع. أما موضوع الأجهزة الرقابية وتعددها بالعراق، يعني إحنا بالنسبة للأمور المالية عندنا ديوان الرقابة المالية هو الجهة الرقابية للأمور المالية العامة، يعني هذا ديوان الرقابة المالية المفروض يكون من أول الجهات اللي دائما عندها تدقيق، ولكن رقابته بعدية وليست قبلية. لا نقدر إحنا قانون ديوان الرقابة المالية نقدر نطوره ونسوي تدقيق سابق وتدقيق لاحق، يعني أنت التدقيق هو أنواع، بس إحنا بالوقت الحاضر دي يصير تدقيق لاحق أكثر الأمور اللي يدخل بها ديوان الرقابة المالية. ولكن تقارير ديوان الرقابة المالية لحد خلال هاي الفترات لم يتم الأخذ بها واحترامها بشكل المطلوب. يعني احنا المفروض تقرير ديوان الرقابة المالية من ينكتب على جهة معينة يقعد المسؤول عن هذه الجهة ويا اعلى مستوى من الحكومة، ويتم قراءة التقرير وابداء الملاحظات الموجودة وإعطاء فترة محددة لكي يتجاوز هذه الملاحظات. نعم. إذا لم يتم تجاوزها خلال هذه الفترة يعني أستغني عنها. أشكرك. إحنا مع الأسف تقارير ديوان الرقابة المالية ما لها ذيك القوة اللي, نعم. اللي يعني نتمناها مثل هيك مؤسسة رقابية. يعني هذا نموذج لازم نحش بعد على بقية الأجهزة الرقابية، ما دام نعرق جهاز ورقابته بعدية و المخرجات لا تأخذ لا يؤخذ بها على محمل الجد. أشكرك شكرا جزيلا سيد هيثم العنبقي الخبير الاقتصادي أثريت الحوار، وأشكر كثير لحضرتك الأستاذ نسيم عبد الله السياسي المستقل. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.